السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة كوتشو سيريغرافي، مرحبا بكم في فيديو جديد، حصة جديدة. قبل ما نبدأ الحصة ديالنا كيف العادة نعطروها بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين. الحصة ديال اليوم غادي نتعلمو كيفاش نطبعو هاد لي جيلي هادو مع أنهم مخيطين، وغيكون عندنا مشكل كبير في الطريقة ديال الطباعة ديالو. كما كتشوفو عندنا لي بوش أو الجو اللي خصنا نطبعوهم. فيما يخص الصباغة اللي غادي نطبعو بها وهي صباغة البلاستيزور، أولا عندنا صباغة البلاستيزور اللي هي هادي، هذا الكونفلو. الكونفلو كيعاونك في التنشاف، يعني ما ديرش دو كوش أو تلاتة أو أربعة، في كوش واحد كتشارجي واحد شوية. كنخلطو مع البلاستيزول حسب اللون ديالنا أو اللون اللي غادي نخدمو بيه. اليوم غادي نخدمو باللون أبيض. للتذكير فإن الكونفلو يعني إلا خدمتي مع أي لون راه فاش كتنشفو كيبدل اللون كيبهت واحد شوية. الفقرة ديال اليوم غادي نطبعو بالبيض كما كتشوفو. شارجينا لي بوش بالكارتون بتجي مهزوزة واحد شوية، حيت ضروري الكادر خص يكون بلا فوق الطابلة. كما كتشوفو ضربنا الكوش ديالنا، من بعد كنشفو تنشيفة واحدة كوش واحد. لاحظوا فاش كنعمرو أو كنشارجو لي بوش خصنا ضروري يجيو مهزوزين، لذا مورسون ديال كارتون او جوج او ثلاثة خدموا لينا، من الاحسن زوج او ثلاثة كما لاحظتوا. السشوار ضروري يكون سخون، درجة الحرارة تكون عالية واحد شوية. فوالا، من بعد نحيد الكارتون ديالنا. بالنسبة للظهر الى بغينا نطبعوه، حتى هو بحكم انه كاينه السلسله، يعني السلسله غادي تكون عائق قدامنا باش نطبعوها. غير باش نطبعو بهذه الطريقه، ولكن غادي يجي كادر معكش، لذا نحاولو نلبسوها طرف ديال الكارتون او كونتر بلاكي. كما كتلاحظوا كنشدو العبار بعينينا، يعني ما عندناش روبر كيفاش نخدمو. انا في نظري هذه هي الوسيله او الطريقه الوحيده بغينا نخدمو. كنفيكسو الكادر بيدينا مزيان، كنشارجيو مزيان كما كتلاحظو. وعلى هذه هي النتيجة النهائية ديالنا. بعد كنشفو. بالنسبة للتوب راه غليظ واحد شوية، والكونفلو غادي يعاوننا باش نشف بالزربة، لذا ما كنحتاجوش الكولا او نعاودو كوش تاني او تالت. واخا نبغيو نعاودو غنلقاو مشكل. فوالا، نعاودو مرة أخرى كما كتلاحظو، نحاولو نفيكسيو الكادر بيدينا مزيان ونشارجيو. نشفو مزيان، فوالا هادي هي النتيجة النهائية. كنتمنى الحصة ديال اليوم تكون عجباتكم. نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.